الحرب التصريحات، حاكم ليليا المحتلة يتهم المغرب بهذه التهمة. تتواصل حرب التصريحات بين المغرب وإسبانيا بعد اتهامات جديدة وجهها للرباط رئيس مدينة مليليا بمحاولة إغراق المدينة لتحقيق نموه الخاص. ونقلت صحيفة إسبانيول عن إدواردو دي كاسترو قوله إن استراتيجية المغرب مع المدينتين الإسبانيتين الأفريقيتين يمكن تلخيصها بمحاولة المغرب تحقيق النمو لإغراقنا عبر تشييد موانئ ضخمة في شمال المغرب إلى جانب البنية التحتية الأخرى. وفي مقابلة مع وكالة إيفي قال دي كاسترو إن خارطة الطريق التي وضعها المغرب هي إنه يريد أن ينمو ومع هذا النمو يغرقنا، مضيفا لا بأس أنهم يريدون النمو ولكن ليس على حسابنا. ويقول دي كاسترو إن المغرب قام بتشييد ميناء فائق بالقرب من طنجة وآخر في المنطقة المجاورة، وأن الناظور بالقرب من مليليا قد ضاعفت طاقتها في غضون سنوات قليلة، في حين أن هناك استثمارات قوية جدا في البنية التحتية برأس مال من الصين وألمانيا أو إنجلترا أو فرنسا. ويضيف المسؤول الإسباني لا يمنع المغرب البضائع من مليليا فحسب، بل لا يسمح أيضا لرجال الأعمال بجلب السلع من شبه الجزيرة. واتهم المسؤول المغرب بغلق الأبواب أمام السلع القادم من مليليا، واعتبر أن ذلك ورقة للمساومة من جانب الرباط. ويقول دي كاسترو إن المغرب أغلق الحدود مع مليليا قبل الأزمة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان له تأثر مدمر على الاقتصاد المحلي في وقت كانت الحدود تشهد حركة لأكثر من 10,000 شخص، مع ما يترتب عن ذلك من تأثير على التجارة.